النبض يبادر بالكي قبل الضماد ويسعط بالسم لا بالحضاض وأشعره أني انتخبت البديل وأعلمه أني استجدت العوض فلا مشربي لقلاه أمر ولا مضجعي لنواه أقض ولا مضجعي لنواه أقض وإن يد البين مشكورة لعار أماط أني أطبت الجنان لإبانه وبحت النفض ويهنيك أنك يا سيدي غدوت مقارن ذاك الربض أثرت هزب الشرائط غبان ونبهته إذ هدى فارتمى وما زلت عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل وضيفنا داخل الاستوديو الدكتور محمد السيف لأجلكم نعمل وضيفنا داخل الاستوديو الدكتور محمد السيف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفة الخيرية والإنسانية. دكتور يعني تكلمنا عن قرقيزيا بدينا فيها وتحدثنا عن قرقيزيا تحديد قرقيزيا اللي يتم التقديم لها يعني كأعمال خيرية وإنسانية من خلال جمعية الصفا الإنسانية والخيرية. احنا كنا في جمعية الصفا يعني حديثي الإشهار 3 سنوات ركزنا في قرقيزيا لما لها الحاجة فيها الحاجة للتبرعات ولعمل المشاريع الخيرية. فهي حالها حال لما نقول أفريقيا لما نقول جنوب شرق آسيا لما نقول ترى هي حالها حال يعني دولة واحدة متخصصة عندها. اي نعم فقط وبجانب ان احنا متخصصين احنا نحتاج كمان يعني جمعيات ويانا من كثر ما الحاجة موجودة هناك. مع هذا احنا في جمعية الصفا الخيرية الإنسانية ما ركزنا يعني في اعمال بجانب قرقيزيا عملناها من قبل يعني